مشاهدينا مساء الخير، اهلا بحضراتكم. امطار غزيره وطقس غير معتدل يسود البلاد خلال الايام القادمه. ماذا عن حاله الطقس وكيف تصل لشده الامطار في المحافظات؟ كل هذه التفاصيل واكثر من خلال تغطيتنا الان. تشهد حالة الطقس اعتباراً من اليوم الجمعة انخفاضاً تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر. خلال ساعات النهار يكون الطقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ويشهد الطقس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وعن فرص سقوط الأمطار، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال ساعات اليوم سوف يشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. أما الطقس الأيام القادمة تستمر فرص سقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع تحديدا يوم الثلاثاء المقبل، حيث تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة. ويشهد الطقس مع منتصف الأسبوع نشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. والآن هنستعرض لحضراتكم بيانا حول درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة. السواحل الشمالية العظمى 22، الصغرى 21. شمال الصعيد العظمى 26، الصغرى 25. وأخيرا جنوب الصعيد 30 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى. وإلى هنا مشاهدينا الكرام تكون وصلنا معكم لنهاية تغطياتنا، والمزيد من المتابعة والتغطيات زوروا موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.